السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم إن شاء الله نشترك معكم مائدة غداء بوصفات صحية صيفية سهلة التحضير. أتمنى إن شاء الله تعجبكم وتفضلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الفيديو. بسم الله، اول حاجه غنعجن دابا ان شاء الله. غادي نعجن بهاد الفارين هادي ديال تيب 155 المهم الفرينه بالنخاله ديالها، وغادي نزيد ليه واحد شويه ديال هنايا الحمص مطحون. هنايا درت تقريبا نص كيلو ديال الدقيق ديال الفرينه بالنخاله ديالها. هنا زدت عليه غير شي 3 ديال المعالق ديال الدقيق الحمص لانه ولدي صغير ما كيبغيش، صافي ملي كنكثروا كيحس بالمذاق ديالو. هنا غادي ندير الخميره البلديه، هانتوما شفتوا وليت كنخلي غير شويه لان دابا الحال سخون ولا دغيا كتدغي كيخمر الخبز. غير دابا واحد الفرق ما بين دابا وفي الايامات السرد ليامات البرد عفوا، خاص العجينه ما تكونش مطلوقه بزاف لان اصلا كتطلق بلا شالور كتطلق بالحراره. صافي هانتوما غناخذ الكميه كامله لان اليوم عارفه بانني ما غندير بها والو، غادي نعجن غير الخبز صافي. اما الا كنت عارفه بانني غنحتاجها كنخلي غير واحد شويه وكنزيد عليه الدقيق باش ما كنجي فين بغيت نستعملو حتى كنلقى خميره موجوده. دابا غادي نعجن غير عاديه ونزول واحد الكميه. صافي هنا غادي هنا كيف ما كتشوفوا غنبقى نزيد عليها الماء حتى تجمع ليا العجينه. غنديرها دابا في العجانه باش ما نصدعكمش، غنديرها في العجانه ونخليها تعجن حتى تجمع ليا العجينه، وغادي نزول واحد القطعه ديال الخميره ومن بعد نخليها تتدلك مزيان عاد غنزيد لها الملحه. ومن بعد غنوريكم ان شاء الله من عاد غنزيد لها الملحه وبغي نسمها ان شاء الله. بالنسبه باش غنسم اليوم واحد الخبز، بما انني ان شاء الله غادي نطيب الحوت، غادي نسمو بالمعدنوس والثومه وحتى شويه ديال الحار. غادي نقطعهم هادو مزيان. دابا انا خليت العجينه تكون قاصحه، انا غنوريكم نتوما شوفوا كيفاش دايره بقى قاصحه، لان ملي غادي نطحن ملي غنزيد عليها المعدنوس والثومه غزيد الترخه. هنا صافي انا حطيت هنايا حتى الخميره بلديه كي شفتوا غير شي شويه ما خليتش بزاف. صافي غنمشي نقطع الربيع ونوجد كلشي ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. هنا كيف كتشوفوا طحنت هنايا الثومه والمعدنوس، غنزيد هنايا العجينه. هنا عندي زرع كتان مرقداها في الماء، نضيفها حتى هي والمعدنوس والثومه. راه طحنت معاهم الملحه. دابا هنا غندير هاد الحار هذا على حسب الذوق ديالكم، الا كيعجبكم ممكن تضيفوه. انا غنزيد غير شي شويه بزاف، تقدروا كيضيفوا يعني حتى الفلفله حاره يعني صغيره. صافي من بعد انا غنزيد مازال باش ما نطولش عليكم، نزيد مازال نحيد هادشي كله، غادي نرجعها تعجن ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. هنا نسيت ما قلتش لكم بانني غنزيد ليه زيت الزيتون، وغنزيد حتى واحد المعلقه ديال العسل باش يتحمر ليا بسرعه. انا زدت تقريبا 3 المعلقات. المهم هذا حيت الزيتون قطعته وجدته باش غدا ان شاء الله نعمر به السردي مع كان مرقد في زيت الزيتون، كنستعملو هكا في العجينه. صافي باش نسمها باش تجي منسمه ان شاء الله. صافي خليت العجينه تخمر وجيت هنا باش نوجد الشرموله ديال الكفته ديال السردين. هنا عندي نص ديال الفلفله حمراء وفلفله صغيره حاره، يعني مزيود هكا ديال الفلفله، كنزول منه ديك البذور ديالو وهي تتكون حاره بزاف. اما الا استعملنا غير الفلفله بوحدها كيجي المذاق زوين زوين بزاف. غدا نطحنهم، غدا نحاول نخليهم رقاقين ماشي نطحنهم يعني حتى يوليو ما يبقاو يعني بحال غنشلضهم ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله.
صافي من بعد ما طحنت الكفته كيف كتشوفوا ما بقيتش كنزول ليها الجلده ديالها لان فيها السردين فيه الجلده ديالو كتحتوي على فيتامينات داكشي باش خليتها. هنا عندي القزبر غير القزبر بوحدو. هاد المقادير هادو فين تشاركتهم معكم. هنا غادي نزيد هنايا الحامض المصير نصف حامضه صغيره، غنزيد هنا القزبر. اليوم ما غاديش نستعمل هذوك التوابل الخمس لان بزاف ديال الاخوات ما كيلقاوهمش باش نقدروا نعوضوا من القزبر نكثروا ندير واحد الكميه كبيره وكنزيدوا الكمون. الكمون انا كنستعملوها كذا حبوب باش ما كيعطينيش البوره. صافي كنزيد الملحه هنا التحميره وشويه ديال الكركم والزنجبيل حتى هو اللي طحنته مع الفلفله مع الفلافل. ها هو هنا الفلفله هذه الحشوه هذه راه فايته تشربت معكم هذا المقادير ديال الفلفله الحمراء. صافي هنايا عندي ثومه مطحونه مع البصله. ثومه تقريبا استعملت شي حبه 5 ديال الفصوص. البصله غادي نستعمل غير النص ديال هذه. هذه تقريبا كانت شي 4 ديال الحبات ديال البصل كانوا صغارين. صافي هنا غادي نزيد حتى زيت الزيتون صافي وغادي نخلط هادشي كله وغادي نحصلوا على واحد الكفته اللي كتجي جديده بزاف. هاد الكفته غادي نعمرها ان شاء الله كيف قلت لكم. صافي انا دابا مع العطله عندي المساعده في المطبخ ولدي الكبير كيعاونني. صافي هو كيوجد في المقادير في الوصفات الاخرى غنحاول نشاركها معكم ان شاء الله. صافي غادي نخلطها مزيان وغادي نستعملها ديريكت يعني ما غاديش نخليها ترتاح. كيف كتشوفوا العجينه خليتها انايا غير ساعه ونص. دابا غادي نقرصها غادي نشكلها نقرصها انتما كيف كتشوفوا جمعتها كنعاود نهبطها ونجمعها. غادي نقرصها ونخليها تخمر بما وجدت الحوت ووجدت السلطات اللي غادي ترافقوا داكشي تكون خمرات ليا ونطيبها ان شاء الله. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا خديت غير السميده اللي كتعطيكم السميده ديال الدقيق الكامل تكون احسن. خديت شويه ديال الكركم شويه ديال الفلفله الحمراء وشويه ديال الملحه غادي نخلطهم مع بعضهم. الا بغيتو كيعجبكم الحار تقدروا تزيدوا حتى شويه ديال الحار ونخلطهم مع بعضهم وندوز فيهم الكفته من بعد ما غنعمرها ان شاء الله. صافي كيف كتشوفوا معايا من بعد ما خلطت هذه السميده هذه غادي ناخذ هنايا شويه ديال ناخذ هنا شويه ديال الكفته الحجم اللي بغيتو. ديك الفلفله والبصله اللي كنكثروهم الضوء ديالهم هو انها يعني الكفته كتجينا رطبه كتجينا رطبه بزاف. الا ما عندكمش فلفله حمراء انا كنعوضها بشي مرات بالقرعه محكوكه. صافي هنا غناخذ زيتون اسود صافي وغادي نقفل على الزيتون هكذا. زيتون تقدروا تطحنوه ديروا بحال لا طابوناد وتعمروا بها الداخل. صافي غادي نديرهم هكذا بهذا الشكل هذا وغادي ندوزهم ندوزهم هنايا في هذه السميده هذه كيف كتشوفوا غير هكذا ابسط ما يكون سهله ما صافي. وغادي نضعف واحد الصفيحه ديال الفرن دهنها بشويه ديال زيت الزيتون وندخلها طيب شويه في الفرن. كيف كتشوفوا ها هو دابا هاد صيبت هاد الصينيه غندخلها طيب وعاد غنكمل ما تبقى ان شاء الله. هنايا البنات عندي الفول اللي كنديروا به البصاره ما كيبانش مزيان المهم غنوريكم القرعه ديالو هي هادي ها هو بان لكم
هذا كنا نرقدو ليله كامله في الماء باش كت حفيت هضرت لكم على لاسيد فيتيك. ايوا كنا نبيتو ليله كامله، من بعد الصباح كنغسلو من داك الماء اللي بات فيه وسلقتو. دابا سلقتو خليت هذاك الماء شربو، سمحوا لي كي نصداع ولدي كيغسل الماء. المهم وهنايا عندي البصله وعندي الثومه، هنا غادي نطحنها مع الباربه. غنطحن دابا هاد البيصاره مع الباربه، يعني بيصاره غوفيزيتي كتجي زوينه بزاف. غنخدمها بحال الطريقه ديال الحمص، غنزيد عليها القزبر، المعدنوس، شويه ديال الكمون، شويه ديال الحامض. المهم انا غنوجد هاد المقادير كلها ونعاود نتلاقى معكم ان شاء الله. صافي هنا كيف كتشوفوا زدت ليها الكمون مليحه، شويه ديال الحار والبصيله والثومه، وزدت ليها القزبر والمعدنوس. وهنا ملي غادا تطحن ليا هنايا غادا نعاود نزيد ليها هاد الباربه. صافي وشويه ديال الحامض، ضروري شويه ديال الحامض باش كتجي بنينه. صافي وغادا نسر بها ان شاء الله. كتشوفوا معايا ها هي دابا المائده وجدات، وجدوها الوليدات. هنايا هذاك الفول اللي حضرنا زينته بشويه ديال الزنجلان الاسود، قدروا تزينوه بالزنجلان عادي. صافي واحد القطيره ديال زيت الزيتون. وهنا الخبز هو هذا، وهاد الدنجال هذا غير دوزتو غير في هاد شويه درتو الوليدات، دوزتو في شويه ديال ديك السميده اللي شاطت ليا ديال الحوت، وصافي ودهنتو بواحد شويه ديال زيت الزيتون غير شي شويه، ودخلتو الفران. الدرجه ديال الحراره ديال الفرن خصها تكون مرتفعه، خصها تكون 240 على الاقل. وهنا الكفيته ها هي جات لذيذه بزاف، دقناها ديجا جات لذيذه بزاف وسهله حتى هي كتوجد. نتمنى ان شاء الله تجربوها. المهم راه فايت نزلت لكم الوصفه، ولكن ماشي ما طيبتهاش هكا في الفرن بهذه الطريقه، هذه كانت طريقه اخرى، ولكن كانت نفس المكونات نفس المقادير. يمكن كنت زدت ليها غير شويه ديال البودره ديال اللوز، حيت تقدروا تزيدوا اما اللوز اما الكاوكاو اما الزنجلان حتى هو مطحون، حتى هو كيزيد واحد اللذه، حتى هما تقدروا تزيدوهم لهاد الكفته هذه. وممكن تزيدوا حتى الشوفان، حتى الشوفان مطحون بغيتو تزيدوا واحد جوج معلقات هكاك، ولا كنتو كيعجبكم حتى الشعير ممكن تزيدوه. مهم غير هي خاصها تكون الكميه قليله، ملي كتزيدوا هكذا شي حاجه ديال بحال الشوفان او الشعير خاصكم تزيدوا غير هكذا شي جوج معالق في الكيلو مثلا. اما الا استعملتوا اللوز كل ما كثرتوا اللوز كل ما كيجي لذيذ، يعني تقريبا كيلو تقدروا ديروا فيه حتى 100 او 200 غرام ديال اللوز او كاوكاو. صافي هنا هذيك السلطه ديال الطماطم، الطماطم كيقولوا لهم حنا لي طوماط اونسيان، قطعتها وزينتها بواحد شويه ديال الحبق، واحد الفيلي ديال زيت الزيتون، وشويه ديال الحامض، ومليحه، وشويه بزيره الا بغيتو، ولا الفلفله حاره. صافي هنا بالنسبه للزعلوك راه فايت شاركت من معاكم بزاف ديال الطرق. وهنا بالنسبه للسلطه راه عاديه، يعني ما فيها حتى شي حاجه، فيها غير شويه ديال الباربه، الخيار، مطيشه والباربه، صافي شويه ديال الكاوكاو. صافي بالنسبه للخبز بغيتو تشوفوا من الداخل كيفاش كيجي، كيجي بحال هكا، كيجي رطيطب. هي هكذا وكيجي لذيذ بزاف بداك المعدنوس اللي كنديرو فيه لداخل والثومه. صافي نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، والى وصفه او فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.